السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ايها الاحبه الكرام حفظكم الله ورعاكم حديثنا اليوم عن فضائل شهر شعبان وما يتعين على المؤمن ان يقوم به في هذا الشهر الفضيل والامر كما قال خير البريه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير ظهركم وتعرضوا لنفحات رحمه الله فان لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده كما تعلمون جميعا فقد مضى شهر رجب وفيه من الخيرات ما فيه واقبل علينا هذا الشهر العظيم شهر شعبان هل علينا شهر شعبان ليقربنا اكثر واكثر من رمضان رمضان شهر الخيرات وسمي شعبان لانه يتشعب فيه خير كثير كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند اقتراب شهر رمضان يردد هذا الدعاء فيقول: اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان. وروي عنه انه كان يقول: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر امتي. هذا الشهر الفضيل شهر شعبان تفتح فيه الخيرات وتتنزل فيه البركات. وفيه يتوب الناس الى الله توبه نصوحه. يترك فيه الخطيئات وتكفر فيه السيئات. في شهر شعبان يكثر المؤمنون والمؤمنات من الصلاه على النبي المختار خير البريات صلى الله عليه وسلم. لان في شعبان نزل قول الله تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما في هذا الشهر الفضيل نزلت هذه الايه المعظمه التي كان يحبها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابه يكثرون من الصلاه على النبي المختار بل وفي شعبان وقع حدث عظيم في تاريخ التشريع الاسلامي وهو تحويل القبله من بيت المقدس الى الكعبه المشرفه في مكه المكرمه وفيها نزل قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم تولوا وجوهكم شطره وهذه الايات نزلت في شعبان لما تم تغيير القبله من بيت المقدس بفلسطين الى الكعبه الشريفه بمكه المكرمه وقد استجاب ربنا عز وجل لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت امنا عائشه ما ارى ربك الا يسارع في هواك انه يوافق كل ما طلبته منه يا محمد صلى الله عليه وسلم الغايه ايها الاحباب الكرام لماذا ينبغي ان نجتهد في شعبان هذا الشهر الفضيل اولا حتى يتعود الانسان منا على فعل الخيرات وترك المنكرات لاننا نحن مقبلون على رمضان والانسان اذا تعود الخير وترك المنكر وتدرب على ذلك صار له سجيه وطبعا وعاده وكما قال النبي الكريم الخير عاده والشر لجاجه الخير عاده والشر لجاجه وعلينا ان نتعود من الان نتعود على فعل الخير وترك المنكر واستجماع الطاقه الايمانيه لان شعبان هو في الاصل يكون استعدادا لاستقبال رمضان ورمضان كما تعلمون فيه اوقات فاضله ونفحات ربانيه على الامه المحمديه. ولا يحصل على جوائز رمضان ومنحه الربانيه الا لمن استعد لها منذ شعبان بل منذ رجب يكون الاستعداد القبلي. ماذا يتعين علينا ان نفعل؟ اولا ايها الاحباب الكرام الاجتهاد في شعبان يكون عن طريق تجديد التوبه. التوبه نتوب الى الله تعالى كل واحد منا له خطايا لا يعلمها الا الله نجدد ايماننا قال صلى الله عليه وسلم ان الايمان ليبلى كما يبلى التوب فجددوا ايمانكم قالوا وكيف نجدد ايماننا يا رسول الله قال بقولكم لا اله الا الله لا اله الا الله نكثر من هذه الكلمه الطيبه كلمه التوحيد اللي هي مفتاح الجنه وسر الوجود نكثر منها وسوف نشعر بحلاوه الايمان في قلوبنا ونشعر بقوه اليقين في صدورنا. الامر الثاني ايها الاحبه الكرام علينا ان نحافظ على الفرائض من الصلوات، نحافظ على الصلاه في وقتها مع الجماعه في مساجد الله ولنكثر من النوافل النوافل نكثر منها لان من اراد ان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى هو يؤدي الفرائض ويزيد في النوافل كما جاء في الحديث القدسي قال ربنا عز وجل وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه كلما تقربت الى الله بالنوافل أحبك الله سبحانه وتعالى الصحابي الجليل ربيع الأسلمي كان في حالة إيمانية قوية فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني يا ربيعة اسأل ما تشاء اطلب ما تشاء فقال يا رسول الله لا أطلب شيئا من الدنيا إني أسألك مرافقتك في الجنة أريد أن أكون رفيقا رفيقك في الجنة قال او غير ذلك؟ قال لا، لا اريد شيئا من الدنيا سوى ان اكون رفيقا لك في الجنه. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثره السجود. أعني على نفسك بكثره السجود. علينا ان نكثر من السجود في هذه الايام ايها الاحباب الكرام لاننا نحقق معنى العبوديه ونستشعر حلاوه الالوهيه والربوبيه. حتى إذا جاء رمضان وصلينا التراويح شعرنا بنشاط وحيوية بالإضافة إلى ذلك المحافظة على الفرائض والإكثار من النوافل علينا أن نكثر من الصيام لأن سيدنا النبي لما سئل أي الصوم أفضل بعد رمضان قال شعبان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفتر وكان يفتر حتى يقال لا يصوم تقول امنا عائشه ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل الصيام شهر الا رمضان وما رايته اكثر صياما منه في شعبان فكان يصوم كثيرا في شعبان وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا لماذا الدعوه الى الصيام في شعبان؟ لان هو تدريب على رمضان لما قال أسامة بن زيد يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان فقال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم تحري بنا أن نصوم في شعبان ولكن إذا جاء النصف منه نمسك قال صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فأمسكوا يعني بعد 15 يوم لا ينبغي لنا أن نصوم علينا أن نستريح لاستقبال رمضان إلا من كان متعودا على صيام الأيام البيض والاثنين والخميس المفروض أن أننا إذا انتصف شعبان أننا نمسك لا نصوم إلا من عنده دين كالنساء، النساء التي عندهن دين رمضان السابق إما بسبب دم الحيض أو النفاس أو الحمل أو الرضاع، وكل من أصحاب الأعذار الذين أفطروا في رمضان السابق ولا لم يؤدوا الواجب عليهم أن يستكملوا الصيام حتى يستقبلوا رمضان الجديد وما عليهم دين. كذلك يستحب في هذا الشهر الفضيل ان نكثر من الصدقه ونكثر من قراءه القران لان هذا الشهر الفضيل هو شهر الطاعه وشهر هذا الشهر الفضيل هو مقدم لرمضان وشرع فيه ما شرع في رمضان من صيام وقراءه القران اننا نقبل على كتاب الله تعالى تلاوه وتدبرا وتعبدا وتخشعا لان ما هي الا ايام قليله ويقبل علينا رمضان الذي انزل فيه القران. شهر شعبان يقال له شهر القراء لان السلف الصالح كانوا يتفرغون لقراءه القران في شهر شعبان خصوصا الائمه. والمشفعين يراجعون يراجعون القران في شعبان حتى اذا ما جاء رمضان كانوا متمكنين وللاشاره ايها الاحباب الكرام ان في شعبان ليله عظيمه مباركه تسمى ليله النصف من شعبان اللي هي كتسمى ليله الرحمه والغفران وليله الصلاه على النبي لان فيها كما قلنا انزل قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهذه الليلة يوحي الله فيها إلى ملك الموت يقبض كل نفس يريد قبضها في تلك السنة ليلة النصف من شعبان تحدد الأعمار الله تعالى يختار الأعمار وأيضا تحدد الأرزاق وتحدد جميع الاعمال التي لها علاقه بالسنه المقبله. والنبي صلى الله عليه وسلم اشار الى الى خلق عظيم ينبغي ان نلتزمه ليله النصف من شعبان وهو التسامح وجبر الخواطر. اننا نتسامح ونجبر الخواطر، لماذا؟ لان في هذه الليله كما قال النبي الكريم الله تعالى يطلع. فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن يغفر لكل الناس ربنا يتجلى في هذه الليلة فيغفر لكل الخلق إلا لإثنين لمشرك الذي يؤمن بالله لكنه يشرك بالله تعالى ويعتقد النفع والضر في غير الله والمشاحن هو المخاصم المهاجر للمسلمين في صراع وخصام هذه الليلة تسمى ليلة التسامح وليلة جبر الخواطر فنحن أيها الأحباب الكرام ربنا أكرمنا بهذا الشهر شهر شعبان الذي هو تقدم لشهر رمضان هو تمرين لنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال وعلينا أن نتدرب على أن نذوق حلاوة الإيمان بالقرب من الله سبحانه وتعالى الذي يقول فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات علينا ان نعمل على السباق لفعل الخير واغتنام الفسح الايمانيه في هذه الايام المباركه فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو موتا مجهزا أو هارما مفندا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فعلينا أن نبادر أيها الأحباب الكرام لفعل الخيرات ونستبق الأعمال الصالحة ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. وفي هذه اللحظة نفتح خطوطنا الهاتفية لاستقبال مكالماتكم أرقامنا كالعادة 05

لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله